يتقدم للكرة ويحاول الله هدف سادس إماراتي طيب الطريقة عجيبة شوف 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 الذياب وضح حتى حارس المرمى كان مستغرب في 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 لبنان المغنية الشهيرة صباح تغني يا دلع يا دلع الدلع على ذياب عوانة طلع الآن وعلى الإمارات طلع بهذا الهدف الملعوب بهذا الهدف الجميل بهذا الهدف اللي بالفعل كان غريب جدا وجميلة بطريقة غريبة بطريقة رائعة ذياب عوانة وضعها بهذه الصورة الحلوة 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 يعني فيها بعض الشيء ممكن نقول مبالغة لكن الكرة في الشباك استقرت لبنانية وقد سجل ذياب عوانة هدفا سادسا في هذه المباراة ضرب